من الميادين، أهلا بكم وإلى العناوين. عرض عسكري ضخم لمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، وروحاني يتحدث عن مبادرة حول أمن مضيق هرمز. ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تسعى إلى تجنب الحرب مع إيران. إذا لم تكن هناك ردة فعل من الحكومة تجاه هذا الاستهداف، فإن فصائل المقاومة سوف يكون لها حق مشروع في الدفاع عن نفسها. حركة النجباء تتهم واشنطن باستهداف موقع للحشد الشعبي غرب الأنبار. احتجاجات ليلية في السويس شمال شرق مصر، والهيئة العامة للاستعلامات تدعو وسائل الإعلام الدولية إلى توخي الدقة. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مد يد الصداقة لكل دول الجوار، وفي كلمته أمام العرض العسكري في طهران لمناسبة انطلاق أسبوع الدفاع المقدس قال إن إيران ستقدم للأمم المتحدة خطة للتعاون الإقليمي تهدف إلى ضمان أمن الخليج. العرض العسكري السنوي الإيراني هذا العام لم يختلف كثيرا عن السنوات السابقة، لكنه تزامن مع تطورات سياسية وعسكرية إقليمية غير مسبوقة ما زاد من أهميته. منظومة بافر 373 للدفاع الجوي أكثر الأسلحة الإيرانية أهمية واستراتيجية عرضت للمرة الأولى، وهذه طائرة صياد المسيرة التي صورت حاملة الناقلة الأمريكية USS بوكسر في المياه الخليجية ولساعات، إلى جانب صواريخ سجيل وعماد وخرم شهر البالستية. وخلافا لتصاعد وتيرة الأزمات في المنطقة، بدت كلمة الرئيس روحاني وكأنها محاولة للتهدئة. نمد يد الصداقة والأخوة إلى جيراننا ونحن مستعدون لتجاوز أخطائهم السابقة في المنطقة، فالصهاينة والأمريكيون يريدون بث الخلاف بيننا. سنقدم مشروعا في الأمم المتحدة لتحقيق أمن الخليج الفارسي من قبل إيران وباقي بلدان المنطقة. خطاب إيراني هادئ مع خصومها الإقليميين خلال عرض عسكري يحمل رسالة واضحة لواشنطن. أكثر ما تحاول إيران إيصاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة من خلال عرض أحدث صناعاتها العسكرية أنها في ذروة الاستعداد لمواجهة كل السيناريوهات حتى في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. القدرة العسكرية لإيران هي زادت كل يوم عن يوم وهي لم تضعف، يعني العقوبات المفروضة على إيران أدت إلى أن تقوم إيران بصناعة كل ما تحتاجه هي بنفسها، واليوم هي تستطيع أن تنافس القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية. ويرى مراقبون أن التوازن الحاصل في المنطقة بين إيران ومحورها من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى لم يعد يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل بات يشمل النفط أيضا بعد استهداف شركة أرامكو النفطية شرقي السعودية من قبل أحد أطراف محور المقاومة. أحمد البحراني، طهران، الميادين. ومن ميناء بندر عباس حيث شاركت الفرقاطات والقطاع البحرية أيضا في العرض العسكري، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن أمن المنطقة يتحقق عبر البلدان المطلة على الخليج فقط وليس عبر القوات الأجنبية. تقرير مالك عابدة. إلى قوة كبيرة تحولت إيران خلال السنوات الأخيرة، هكذا يقول القادة العسكريون هنا في بندر عباس. لم تخصص إيران عرضها العسكري هذا من أجل استعراض منجزاتها الدفاعية وحسب، بل أرادت عبره توجيه رسالة عسكرية وأمنية للأصدقاء والأعداء. قواتنا المسلحة لن تسمح بالتلاعب بالخليج الفارسي، قواتنا المسلحة أقوى من السابق، فأمن إيران وأمن المنطقة مستتب بفضل قواتنا، هذه القوات هي ثروة وطنية ثمينة لإيران وللمنطقة.
استتباب الأمن في الخليج يحتاج لقوة كقوة إيران حسب المسؤولين هنا، وتواجد الأجانب يخل بالأمن وهو مرفوض تماما وعليهم مغادرة المنطقة فورا. الخليج الفارسي ليس مكان للأجانب، فهم يزعزعون الأمن. دول منطقة الخليج وإيران بإمكانها وحدها توفير الأمن للمنطقة. نوجه اليوم رسالة أمن وصداقة وأخوة إلى شعوب المنطقة. تحذر إيران من النوايا الأمريكية والإسرائيلية لتقسيم المنطقة، وتؤكد عزمها الوقوف مع شعوب المنطقة في مواجهة التحديات والأخطار. بهذه القوة البحرية تؤكد إيران أنها الضامن لأمن الخليج، وأنها مستعدة لمواجهة أي تهديد مهما كان حجمه. فالإصبع على الزناد ويد السلام ممدودة لمن أراد السلام. مالك عابدة من بندر عباس، جنوب إيران، الميادين. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن واشنطن تسعى إلى تفادي الحرب مع إيران، وأنه والرئيس الأمريكي يريدان إعطاء الجهود الدبلوماسية كل فرص النجاح. وفي مقابلة تلفزيونية أشار بومبيو إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها إلى منطقة الخليج هي للردع والدفاع، وأكد ثقته بأن الرئيس الأمريكي سيتخذ إجراء إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه، لافتا إلى أن القيادة الإيرانية تدرك ذلك وفق قوله. أما وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل جبير فقد أعلن أن السعودية ستعتبر الهجوم على أرامكو عملا حربيا إذا ثبت أنه انطلق من الأراضي الإيرانية. وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، حمل الجبير إيران مسؤولية الهجوم لكونها صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت الرياض وفق تعبيره، مشيرا إلى أن بلاده تسعى في الوقت الراهن إلى حل سلمي. أعلن متحدث باسم مطارات دبي إعادة فتح المجال الجوي بعدما تم التأكد من خلو هذا المجال من نشاط طائرات مسيرة. وقد شهد المطار تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في اليوم فيه اليوم بعد الاشتباه بنشاط طائرة مسيرة في أجوائه. في لبنان، رأى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيور أن السعودية تتعرض لعدوان إيراني غاشم وفق تعبيره. وفي بيان أصدره لمناسبة اليوم الوطني السعودي، قال السنيور أن السلوك الإرهابي لإيران بحسب تعبيره تخطى كل الحدود، وتكاد الهجمة الإيرانية تصبح مماثلة لهجمة الإسرائيلية على فلسطين. السنيور أشار إلى أن الأمين العام لحزب الله يمارس عدوانا إيرانيا على السعودية، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الوطني والاقتصادي في لبنان وفق تعبيره. في المقابل، استنكر النائب في البرلمان اللبناني عبد الرحيم مراد تشبيه السنيور إيران بإسرائيل. وفي اتصال مع الميادين، دعا مراد إلى حل المشاكل مع إيران بالحوار، رافضا التشكيك في قيادة المقاومة في لبنان. أما القصة التي لا أتصورها انه يحكيها اخونا فؤاد فيما يتعلق بتشبيه ايران باسرائيل، هذا كفر، هذا ما بيجوز. طب وفيما يخص حزب الله، اخواننا مع ايران بنحل مشاكلنا نحن وياهم بالحوار وبالمحبه وبالاخوه، وحزب الله له فضل علينا، له فضل على 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 لبنان بمقاومته العظيمه التي ردعت العدو الصهيوني عام 2006 وهزمته، وبالتالي بتخليه يعد للمية قبل ما يخدم على أي قتال ثاني. ما بيجوز أبدا أيضا أن نشكك بهذه القيادة وبهذه المقاومة. تعرض مقر المرصنات العسكرية التابعة للحشد الشعبي غرب الأنبار لاعتداء من طائرة مجهولة استهدفت محيطه. ووفق معلومات الميادين فقد جرى القصف بصاروخ ارتجاجي. القصف يأتي ضمن سلسلة استهدافات مستمرة لقوات الحشد الشعبي. تقرير عبد الله بتران. حتى سماء العراق يشغلها مجهول. مجهول لم يجد مانعا من استهداف مقار عسكرية تشغلها قوات الحشد الشعبي. هكذا إذن وببساطة تستباح سماء العراق وتستهدف قواته في عدوان حتى الآن قيد ضد مجهول. قنبلة ارتجاجية تقول المصادر الميدانية للميادين هي تلك التي استهدفت محيط مقر المرصنات في غرب الأنبار. قصف لم تنتج عنه خسائر بشرية ولا مادية،
سوى خرق السيادة الوطنية. من بعد الاعتراف الضمني أو الصريح رغم المؤشرات القديمة التي تدل على أن الكيان الإسرائيلي هو وراء استهداف المنظومة الأمنية، أعتقد الآن على الحكومة العراقية والمسؤولين أن يكون هناك تحرك بعدة مسارات. يقول المتابعون أن الحديث عن تجهيز منظومة دفاع جوي في الوقت الحالي مبكر للغاية، لكن قوات الدفاع الجوي العراقية التي تحتاج إلى مواكبة بما يحفظ سيادة البلاد وسماءها حاجتها أكبر إلى قرار سياسي، وقوات الحشد الشعبي وقرار إعادة توزيع أقسامها ودورها بحاجة إلى التوافق. الحديث عن شراء منظومات للأسلحة قد يكون مبكر، لكن بالمقابل هنالك خطوات على ما يبدو باجتماعات مجلس الأمن الوطني أشارت إلى هذا الموضوع. تعلم حضرتك يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى تدريب على التكنولوجيا، وبالتالي يحتاج كذلك إلى تغيير في السياسة الدفاعية، وهذا بالتالي ما يتطلب عملية التكيف خلال المرحلة المقبلة. هي إذن استهدافات تعيد التذكير بالحاجة إلى تقوية المؤسسة العسكرية وبالحاجة إلى إجماع وطني تجاه هذه الاعتداءات. وبينما توكل مهمة أمنية عسكرية لقوات بعينها في مناطق بعينها، تستهدف هذه القوات ويعتدى عليها وعلى مواقع انتشارها وعلى سيادة العراق بكامله، من دون تحديد المهاجم بشكل رسمي قاطع، ومن دون تحديد سبل الرد. حتى وأن اعتبرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن هذه القوات ومواقع انتشارها في الداخل العراقي تمثل تهديدا لها. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. اتهم عضو المجلس السياسي لحركة النجباء في العراق حيدر اللامي في حديث إلى الميادين الولايات المتحدة بالمسؤولية عن استهداف الحشد الشعبي في الأنبار. وفي نشرة سابقة مع الميادين أضاف اللامي بأن واشنطن منزعجة من سيطرة الحشد الشعبي على مناطق شاسعة من صحراء الأنبار، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات لمواجهة الخروقات ومن بينها تسليح الحشد بأسلحة دفاع جوي متطورة. سكوت الحكومة عن هذا التجاوزات وهذا خرق السيادة للأجواء العراقية لا يصب أولا في مصلحة الحكومة العراقية، ومن ثم على الحكومة العراقية أن تتخذ الإجراءات في عدة مجالات. من هذه الإجراءات التي تتخذها لابد أن تقوم بتسليح هيئة الحشد الشعبي بمنظومات دفاع جوي متطورة. أما إذا لم تكن هناك ردة فعل من الحكومة تجاه هذا الاستهداف، فإن فصائل المقاومة سوف يكون لها حق مشروع في الدفاع عن نفسها. ومساحة وجغرافيا المقاومة هي واسعة، لا تتحدد في حدود جغرافية معينة، لا تتحدد في حدود العراق، وإنما المساحات أصبحت واسعة. أكد الرئيس السوري بشار الأسد وجود عدد من التطورات الإيجابية في الوضع على الأرض وفي المسار السياسي في سوريا. وخلال استقباله وفدا يضم عددا من البرلمانيين والسياسيين الإيطاليين برئاسة عضو مجلس الشيوخ باولو روماني، قال الأسد إن الدول التي عملت على تأجيج الحرب تضع العراقيل في وجه القضاء الكامل على الإرهاب وإحراز تقدم على الصعيد السياسي، وتمنع حتى عودة السوريين إلى بلدهم. فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. بدأ الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين مشاوراته مع الكتل النيابية لاختيارات الشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة. من جهته أعلن وزير الأمن الإسرائيلي السابق إفغادور ليبرمان أنه لن يؤيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا بيني غانتس لترأس الحكومة. أوصت القائمة المشتركة الرئيس الإسرائيلي بتسمية بني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض لتأليف الحكومة الجديدة وفق ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية. وبحسب الإذاعة فإن القرار اتخذ في ختام اجتماع عقد أمس بين أعضاء القائمة. رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي أكد أن الكتلة ستدعم تحالف أزرق أبيض في الكنيسة بهدف إسقاط جهود نتنياهو ومنعه من الوصول مجددا إلى رئاسة الوزراء في إسرائيل. نحن نرى في أي قرار وأي خطوة تسقط بنيامين نتنياهو خطوة سياسية ذات بعد تاريخي، وهذا ما سيتم الساعة 6:30 أمام رئيس الدولة عندما تقف هناك القائمة المشتركة لتقدم توصيتها من باب درء المفاسد
والمقارنة هي ليست بين أبيض وأسود. نعم. لدينا كثير من الانتقادات حول بيني جانس ومواقفه من غزة وعدم دعمه حتى لفكرة الدولتين، ولكن نتنياهو هو الأسوأ. ومن الطيب ينضم إلينا نائب الأمين العام لحركة كفاح أيمن الحاج يحيى. أهلا بك سيد أيمن. يعني في نشرة سابقة أتانا الصوت متقطع، ربما نسأل من جديد عن تعليق من حركة كفاح على تسمية القائمة المشتركة لبني غانتس لرئاسة الحكومة. مساء الخير لك. كما بدأنا في النشرة السابقة نعود نؤكد أن ما بيننا وبين غانتس ليس انتقادات لنا عليه، الانتقادات هي بين زملاء و أصدقاء وشيء من هذا القبيل. بيننا وبين غانتس بحر من الدماء، أكثر من 2000 شهيد فقط في حرب غزة، بيننا فأر، بيننا محاكم دولية، هو مطلوب كمجرم حرب من قبل فلسطينيين رفعوا عليه دعاوى. فهذا هو التوصيف الحقيقي لنا نحن كأبناء شعب فلسطيني مع غانتس. من يرى بشأن آخر أنه له انتقادات على غانتس فقط فهذا شأنه. هذا في الدرجة الأولى. بخصوص التوصية على غانتس، القائمة المشتركة لم تخفي ذلك. أيمن عودي صرح بعد الانتخابات أنه كان بتواصل مستمر مع غانتس وتنسيق، ولكن اتفق عدم إعلان التنسيق في فترة الانتخابات حتى لا يضر كل طرف في جمهوره، وكانت واضحة أنها تذهب باتجاه تسمية غانتس، وهذا ما فعلته اليوم. طيب سيد أيمن، يعني رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي قال للميادين أيضا في نشرة سابقة بأن هناك مطالب قد قدمت إلى حزب أزرق أبيض، وأبدى اعتقاده بأن بعض هذه المطالب قد يعني يؤخذ أو تؤخذ بعين الاعتبار أو يؤخذ بعين الاعتبار، كإلغاء قانون القومية أو تعديله، معالجة العنف، سن قانون المساواة، وأيضا خطة اقتصادية لتنمية المجتمع العربي. برأيكم إلى أي حد هنا التفاؤل مشروع؟ في البداية هناك قضايا مبدئية لا يتم مقايضتها. نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. قضيتنا مركبة، لا نستطيع أن نكون في الطرف الآخر مهما كان الثمن. هذه قضية مبدئية. ثانيا، من الناحية التكتيكية، كل ما يشيع هي تقديرات وتخمينات أشيعت فقط من طرف المشتركة ونفاها حزب أزرق أبيض، قال لا يوجد أي تفاهمات. ولاحظي في الصيغة، نعتقد، نقدر، قد. ليس هناك تفاهمات، وحتى لو كان ليس على حساب انتماءنا الوطني الفلسطيني، انتماءنا العروبي. كيف يمكن أن أواجه ابن شعبي في غزة في المستقبل عندما أكون أنا في الداخل بعد حكومة غانتس التي ستشن عليه حرب؟ هذا سيسبب انقسام أفقي وعمودي بين أبناء الشعب الفلسطيني ويشظينا إلى آلاف القطع. المسألة ليست بعض الحقوق المدنية التي هي حقوق وليست امتيازات يجب أن نحصل عليها، ليس بمنا من أحد أو لأننا دعمناه سياسيا أو لا. يجب أن تكون هناك آلية نضالية لانتزاعها وليس التوسل لاكتسابها مقابل دعم سياسي هنا أو هناك. المسألة في بدايتها هناك تحول جذري في الداخل نحن ننبه ونحذر منه. نحن ذاهبون باتجاه انقسام. القضية التي على المحك ليست قضية حقوق أو ليس حقوق، بل الانتماء الوطني الفلسطيني. هل نحن جزء من الشعب الفلسطيني أم نحن سلمنا أخيرا بأننا ما يسمى بعرب إسرائيل؟ من يسلم بأنه عرب إسرائيل يحصر قضيته بحقوق مدنية، يفاوض، يناور، يتكتك وينتهي الموضوع. من يعتبر نفسه جزء من الشعب الفلسطيني يعتبر أن الصراع مستمر على كل القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا لك سيد أيمن الحاج يحيى نائب الأمين العام لحركة كفاح، كنت معنا من أطيبي، شكرا لك. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن حديث بعض الأقطاب في السلطة الفلسطينية عن استعدادها للتفاوض مع أي حكومة إسرائيلية مقبلة يؤكد على أنها لا تزال تعيش الوهم السابق بإمكانية تحقيق أي شيء من مسار التسوية، مضيفا أن هذا الكلام يؤشر إلى إصرار السلطة على مخالفة الإجماع الوطني الرافض لهذا المسار وفق تعبيره. عائلة الأسيرين الشقيقين فهمي وصلاح أبو صلاح المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي تعيش حالة من القلق البالغ على حياتهما بعد تدهور صحة أحدهما بفعل الإضراب. أحمد غانم.
هذه الوجوه الحزينة الواجمة تلخص حكاية وجع فراق عائلة لابنيها المعتقلين في سجون الاحتلال منذ سنوات، فضلا عن ألم يعصر قلوب أفرادها أيضا بعد نقل أحدهما إلى مصحة داخل السجن على أثر تدهور حالته الصحية جراء إضرابه عن الطعام. واليوم تعيش العائلة قلقا بالغا على حياته وحياة شقيقه بعد انقطاع أخبارهما. تميله 14 يوم في المستشفى، مفيش حدا عنده جنب يخفف عنه، مفيش عنده الأم والأب والأخ ولا صديق ولا حبيب. أنا بناشد العالم كله، كل واحد عنده نهوة، كل واحد عنده ذرة إحساس يحس بمعاناة الأسرة. أنا أم إلي ابني 12 سنة ولادي غايبين عني، بستنى اللحظة اللي أشوفهم فيها، بستناهم أشوفهم أحياء محررين، ما بستناهم أشوفهم ميتين. إحنا قاعدين أحشائنا قاعدة بتتمزق، صدورنا قاعدة بتتفجر. إحنا عنا 13 يوم أو 14 يوم بالضبط، عنا أنا ما بكلوش في البيت، ما فيش إمكانية إني أستوعب أولادي أستقبلهم بكيس أسود. الشقيقان فهمي وصلاح يخوضان إضرابا عن الطعام إلى جانب أكثر من 100 أسير احتجاجا على تنصل إدارة سجون الاحتلال من اتفاق يقضي بسحب أجهزة التشويش المسرطنة من أقسام السجن. كما لا يزال الاحتلال يحرم عائلتهما من زيارتهما بذريعة المنع الأمني ما يفاقم معاناتها. زوجي في السجن عنده قرحة في المعدة، عنده سكر وضغط، بيعاني فوق هيك خش الضرب، كيف تكون وضعه الصحي؟ لما بحط الاكل بتقول لي، بتيجي بنتي بتحكي لي كيف يعني انت بتحطين الاكل وهو بابا وبي بوكلش؟ قلت لها ايش نعمل يا ام الحياه تمشي. ومع تواصل اضراب الاسرى وتجاهل الاحتلال لمطالبهم تزداد خشيه عوائلهم من امكانيه تعرض حياتهم لخطر الموت. تمعن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية. جرائم تؤكد عوائل الأسرى أنها تتزايد أمام تواصل الصمت الدولي عنها. أحمد غانم، غزة، الميادين. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود أن اشتباكات اندلعت في السويس شمال شرق مصر بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين. بالتوازي دعت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية وسائل الإعلام الدولية ومراسليها في القاهرة إلى الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا عند تغطية شؤون مصر. هكذا بدا المشهد في شوارع مدينة السويس شرق القاهرة ليلة السبت، حيث تجددت التظاهرات في ظل انتشار أمني كثيف. تظاهرات بدأت ليلة الجمعة في عدد من المدن المصرية وتكررت فيما يعرف بمدن القنال، أي السويس وبورسعيد. المتظاهرون الذين نزلوا إلى الشوارع تحت شعار رفض الفساد ولا سيما مع التضخم المتصاعد رفعوا سقف المطالب إلى حد المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجود حاليا في الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيما دانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملات الاعتقالات العشوائية على خلفية التظاهرات، دعت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية وسائل الإعلام الدولية ومراسليها إلى الالتزام بالقواعد المهنية وتغطية الأحداث بحيادية وموضوعية ومنح جميع الأطراف ولا سيما السلطة المصرية فرصا متكافئة لعرض وجهات نظرها من الأحداث. يسود الهدوء الحذر محاور القتال جنوب العاصمة الليبية طرابلس بعد تجدد المواجهات بين الجيش الليبي بقيادة حفتر والقوات التابعة لحكومة الوفاق. معركة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس مستمرة. الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي بدأ هجوما على المدينة منذ أبريل نيسان الماضي يواصل هجومه المتعثر نحو طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. بعد هدوء استمر أكثر من أسبوع عادت الاشتباكات في محوري الخلاطات واليرموك على وقع إعلان القوات البرية والبحرية والجوية التابعة لحفتر بدأها هجوما كبيرا على القوات التابعة لحكومة الوفاق قرب العاصمة. بيان للجيش بقيادة حفتر طالب السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات والمواقع التي توجد فيها الميليشيات. وسط هذه التحذيرات أكدت قوات حكومة الوفاق أن طيرانا مسيرا إماراتيا قصف منطقة سكنية في العاصمة ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد عائلة واحدة بجروح خطيرة.
الجيش بقيادة حفتر لم ينفي الغارة، لكنه قال إن سلاح الجو شن غارات مكثفة على ما وصفها بتمركزات المجموعات المسلحة في مشروع الهضبة وطريق المطار والخلة. على وقع احتدام المواجهات، قالت قوات حكومة الوفاق إنها دمرت دبابة وآلية مسلحة تابعتين لقوات حفتر جنوبي العاصمة أثناء محاولتهما التسلل عبر محور طريق المطار. تطورات يتوقع أن تحضر بقوة في جلسات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء وسط مطالبة المجلس الأعلى للدولة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج باتخاذ موقف رادع في كلمته تجاه ما سماه التدخلات السفيرة للدول المتورطة في إراقة دماء الليبيين والانقلاب على العملية السياسية في البلاد. إلى العناوين. عرض عسكري ضخم لمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، روحاني يتحدث عن مبادرة حول أمن مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تسعى إلى تجنب الحرب مع إيران. إذا لم تكن هناك ردة فعل من الحكومة تجاه هذا الاستهداف، فإن فصائل المقاومة سوف يكون لها حق مشروع في الدفاع عن نفسها. حركة النجباء تتهم واشنطن باستهداف موقع للحشد الشعبي غرب الأنبار. احتجاجات ليلية في السويس شمال شرق مصر، والهيئة العامة للاستعلامات تدعو وسائل الإعلام الدولية إلى توخي الدقة. المزيد من الأخبار والتقارير على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.